باسم أخوالي آل إبراهيم ننقل معاناة طبر آل إبراهيم، ننقل معاناة عشيرة آل إبراهيم إلى كل الخيرين، إلى كل اللي يسمع صوتنا. هذا المعمل، معمل الورشة اللي هو بمنطقة العصية اللي قريب على طبر آل إبراهيم، هذا يطلق سموم على المنطقة، أذى المنطقة، أذى الأطفال، أذى النساء، أيتم أطفال، رمل نساء. هذا عام أذيت عامة على الشبل، على الخزاعل، على آل عبطان ذولة، على آل شبل، على آل زياد، على كل هاي العشائر، هاي أذية عامة. فمثل ما قلت باسم السادة وباسم آل إبراهيم وباسم أخوالي آل عبطان الخزاعيل وباسم أخوالي آل شبل القطان اللي يسمع صوتي من عندهم، إحنا نريد وقفة وحدة نوصل صوتنا لكل الخيرين، وإن شاء الله الخيرين موجودين ومحبين أهل البيت موجودين، وهذه الناس هاي كلها خدام الحسين، هاي خدام الحسين، خدام زوار الحسين. فالناشد أهل الغيرة، الناشد أهل القلوب الطيبة، نريد وقفة من عندهم برفع هذا المعمل، هذا المعمل المشؤوم، هذا المعمل المشؤوم اللي صاحبه يستفاد أموال منه، وهاي الناس ما تحصل إلا بس على الأمراض وفقد أحبتها وفقد أهلها. هذول أهلكم، هذول ناسكم مسؤولين أمام الله عنهم. فإحنا نريد وقفة منكم، نريد موقف من عندكم، وهذا الموقف يبقى التاريخ ذكرى. رغم قساوة الجو والأمطار والبرد، أهلنا، شيوخنا، سادتنا، وجهانا، شبابنا، حتى الأطفال موجودين في هذه المنطقة، في هذه الصحراء معتصمين، شاركونا العديد من المنظمات الحكومية، من المنظمات الغير حكومية عفوا، وإضافة إلى السيد قائم مقام، أخواننا في المجلس المحلي، السيد محافظ النجف، العديد من وجهاء المناطق يسمعون نداءاتنا ويسمعون بثنا وعندهم علم بحضورنا في هذه المنطقة. المظاهرة مظاهرة سلمية للغاية. الأخوان جميعا اللي واقفين بهذا المنطقة احنا قاعد نحكي وياهم، هم جدا ملتزمين بالتعليمات، رافعين الراية البيضاء على هذه الخيمة، على هذا الشادر، قرروا أن لا يخرجوا من هذا المكان حتى ينشال هذا المعمل من هذه المنطقة بسبب الأضرار اللي سببها هذا المعمل من غازات وسموم تنبعث إلى مناطقهم، أدت إلى وفاة حوالي 32 إلى 30 إصابة وفاة، إضافة إلى 121 إصابة في هذه المنطقة. نتمنى من جميع الحكومات المحلية الموجودة في هذه المناطق التعاون معنا مع مظاهرتنا، مع وقفتنا الاحتجاجية، لا نريد أن نسميه اعتصام لكون الاعتصام في القانون لا يجوز. نحن واقفين وقفة احتجاجية في هذه المناطق ليل مع نهار، لا نسمح بعمل هذا المعمل نهائيا اللي كونه سبب لنا العديد من المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، نناشد الحكومة تسوي لنا شارع عن هذا المعمل اللي به مواد كيماوية وأمراض سرطانية وعذانة ومرض حلالنا وزرعنا ونخلنا وكل راحة ما عندنا، وإحنا تظاهرنا عدة أمراض عليا وتدي الجهات العليا تدري بينا كل مرة نتظاهر وماكو سوق للحكي. يعني احنا الحكومة تسمعنا السكوت والهواء يتكلم، ليش؟ ما قاعد اعرف. احنا ما جايين من الهند، احنا شيعة، احنا عراقيين، ليش قاعدين ساكتين عنا؟ ما قاعد اعرف. الديوانية ما جانا، محافظ النجف تطلع علينا واجى على حالتنا امس وراح، ومحافظ الديوانية قاعد يرفضنا، ليش يرفضنا؟ ما قاعد اعرف شنو. واحنا قاعد ننتظر هنا، وصار لنا هاي اليوم الشات هنا بالمطار والتعب ومحتصمين هنا، واحنا نناشد الحكومه تسوي لنا شاره من هذا المعمل. يعني عذانا، امراض سرطانيه، اطفالنا، نسائنا، واحنا محتصمين هنا، ونرحب بكل واحد يزورنا، نرحب بكل واحد يجينا، نرحب بكل واحد يجي يشارك بمصيبتنا. واحنا ما عندنا غير الله والدوله ورئيس الوزراء، واحنا نناشدهم يعني يسمعون اصواتنا.
أرواح تزهق وموت بالمجان كان حصيلة الانبعاثات السامة من معمل الورش التابع إلى هيئة استثمار الديوانية، الأمر الذي أدى إلى التظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم في رفع المعمل. أهالي منطقة طبرة الإبراهيم لم يطالبوا بشيء سوى الحفاظ على أرواحهم وأرواح أطفالهم من هذه السموم، لكن متى سيجدون الإذن الصاغي لهم؟ هنا نضع علامات الاستفهام وننتظر الجواب من الجهات المختصة. كلا كلا لمعمل.